بسم الله الرحمن الرحيم. آخر جزء يا باشمهندسين في الفصل الأولاني وهو الكومنتس، التعليقات. إيه موضوع التعليقات دي يا باشمهندسين؟ ببساطة يا باشمهندسين، في الشركات أو في شغل الشركات، البرامج اللي بتبقى موجودة بتبقى برامج كبيرة جدا، فممكن البرنامج يتقسم على مجموعة مختصين يشتغلوا فيه. فمثلا المهندس الأولاني بياخد الجزء الأولاني من البرنامج أو من الكود، والمهندس التاني بياخد الجزء التاني، وهكذا يا باشمهندسين. طب افترضت مثلا إن المهندس الأولاني كتب كود والبشمهندس التاني عايز يبص على الكود ده، لكن في بعض الاحيان ممكن يكون في اوامر بالنسبه له ما تبقاش مفهومه او مش مفهوم الغرض منها، فلازم يكون البشمهندس الاولاني يا بشمهندسين يحط شويه تعليقات كده يوضح الوظائف او المهام بتاعه الاوامر اللي هو كاتبها. فبالتالي اي واحد يجي يبص على الكود وراه يقدر يفهم ان الامر ده بيعمل كذا وكذا وكذا. فدي فائده التعليقات يا بشمهندسين، ان هي فائدتها التوضيح، بستخدمها علشان اوضح فائده امر معين في البرنامج. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي يا باشمهندسين؟ قال لك لو انت عايز تكتب تعليق على سطر واحد، فانت بتعمل سلاشين كده وبعدين تكتب الكومنت زي ما انت عاوز. طب لو عايز تعمل تعليق بس التعليق دوت هيبقى على اكتر من سطر، وتقوم جاي عامل سلاش ونجمه يا باشمهندسين، وبعد كده تكتب التعليق على اكتر من سطر زي ما انت عاوز، وبعد كده تختم التعليق دوت بايه؟ بنجمه وسلاش زي ما احنا شايفين كده بالظبط. فعلى سبيل المثال لو خدنا البرنامج اللي احنا كنا عاملينه قبل كده اللي هو بتاع برنت اف، هنلاقي البرنامج في الاصل عامل كده. فانا عايز اضيف عليه تعليقين، التعليق الاولاني بيوضح وظيفه البرنامج، والتعليق الثاني بيوضح وظيفه الامر ده يا باشمهندسين. فالتعليق الاولاني هيتكتب كده يا باشمهندسين سلاش نجمه this program prints welcome to the screen، انا بقول له ان البرنامج ده بيطبع كلمه ويلكم على الشاشه، والكلام ده انا كاتبه قبل المين طبعا. بعد كده باجي اقول له كده جنب الامر ده كده سلاشين this statement used to print welcome، يعني الامر ده او الستيتمنت دي بستخدمها عشان تطبع كلمه ويلكم على الشاشه. البروسيسور لما بيجي ينفذ يا باشمهندسين ويجي يخش عند مثلا داله البرنت اف، بيجي عند السيمي كولون من هنا وما بيبصش على الباقي. ليه؟ هو اول ما بيشوف الاثنين سلاش ده بيعرف ان دي كومنت مش امر، فما بيرضاش ينفذها اصلا. يعني لو جينا احنا مثلا ننفذ الكلام ده على البرنامج عندنا اللي احنا كنا كاتبينه على الفيجوال ستوديو زي ما احنا شايفين كده، ونيجي حتى لو تلاحظوا هنا ان هو كتب الكومنت بلون تاني مختلف، ونيجي نقول له بيلد، ونيجي نقول له ران، هنلاحظ يا باشمهندسين ان مفيش عندي اي مشكله خالص في البرنامج، طبع لي كلمه انجينير اللي هي ظاهره قدامي هنا، ما عملش اي حاجه بالنسبه للكومنت. فدي كده فائده الكومنتات يا باشمهندسين، ان هي بتوضح لي وظيفه حاجه معينه في الكود، وظيفه امر معين، وظيفه البرنامج، وهكذا يا باشمهندسين. وبكده يعتبر احنا خلصنا الفصل الاولاني. والفصل الثاني هو بيتكلم على الادخال والاخراج، بمعنى انا عايز استقبل قيم من اليوزر، انا عايز اعمل مثلا حاجه زي الكالكوليتور، حاجه زي الاله الحاسبه. فالمفروض اليوزر اللي هيستخدم الاله الحاسبه دي بيدخل قيم عن طريق الكيبورد، فانا عايز اتعلم ازاي استقبل منه القيم دي واعمل عليها جمع وطرح وضرب القسمه واظهر له الناتج اللي هو عايزه يا باشمهندسين. الكلام ده هناخده ان شاء الله في الشابتر اللي جاي او في الفصل اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.